دلوقتي كيفيه عمل المولوتوف. المولوتوف الاول بتجيب ازازه بيره بتكون مشبره، ولازم تكون مشبره، جيبوها لي اشربها وبعدين نملاها احنا بقى. هنحط بنزين. انت بتشرب ايه؟ ده المولوتوف يا له. اي حاجه بتشربها؟ ما انت عارف. ايه امسك نفسك، امسك نفسك. طب هموت. لا مش هتموت، انت اصلا عمرك صغير يعني. دلوقتي ادي ازازه المولوتوف. هنجيب ثانيه واحده، ثانيه واحده، معايا اتصال، نقول الو. الو، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الامير لو سمح؟ انا الامير، انت مين؟ انا ام ايمن. والله العظيم انا بحبك انا وجوزي والعيال. يولع جوزك والعيال، المهم انت. ده انت اغلى عندي منهم كلهم. ربنا يخليك. عايزه تساليني في ايه يا ام ايمن؟ معلش انا كانت فاتتني الحلقه بتاعت القنبله البدائيه، وعايز اعرف هي بتتعمل ازاي. القنبله الابتدائيه اعملها لك انا، ما تقلقيش. عايزه تسالي في حاجه تاني؟ اه، كان عندي استفسار. فضل. دلوقتي لو عايزه اعمل قنبله اكبر عشان افجر ام فاروق جارتي، اعمل ايه؟ تفجر ام فاروق جارتي؟ اه. هي ام فاروق دي تخينه؟ دي قنبله بس، ولاعه وتحتيها ولاعه على طول. وانا جاي لك انا. ها ام ايمن، مع السلامه. ام ايمن مع السلامه. دلوقتي طريقه عمل المولوتوف سهل. ايوه اتفضل. هو ممكن بدل ازازه البيره ممكن نجيب ازازه بيرفيوم؟ بيرفيوم؟ يس. بيرفيوم ده لو رايح تفجر سيتي ستارز. يا المهم بعد ما عرفنا. افتح شوف مين. مين اللي بيرزع على الباب ده كده؟ شوف مين. مين؟ انت بتسالني انا؟ مش انت عارف كل حاجه؟ لا، روح الناحيه الثانيه يعني. بص اهو. ايوه. عديني بقى وروح، عديني وروح. ده ليه؟ لا ده عشان كده هو. مين؟ افتح يا عم، انا الدليفري. ايه ده؟ ده واحد بيقول انا دليفري. بيقول لك انت دريفري؟ ولا انا دريفري؟ يا نهار اسود، ده انا هنفك له وشه. روح شوف. تعالى. اوعى يا عم نزل ايدك. سلام عليكم. عليكم السلام. نزل ايدك دي. اوعى ايدك واليونيفورم يا عم. احنا خلصنا من دريفري اما توري يونيفورم. انت عارف اصلا يعني ايه يونيفورم؟ اقعد يا انت. مين يا؟ يا ابني ما تنرفزونيش كده يا انت، هتكفيني على وشي انا، ما تنرفزنيش عليه. انت يا ابني في ايه؟ اقعد يا ايه جدعان، في ايه يا جدعان؟ انتوا بتزوني كده ليه؟ انت يا عم في ايه؟ ما تزوقنيش. انت مين يا؟ ما نجيب مضارب بقى ونلعب بقى. مين ده؟ مين ده ابو معروف؟ انت مين؟ ابو شقرة. ايه ده؟ ابو شقرة ازاي يعني؟ ايه؟ يعني بنته شعرها اصفر، ابو شقرة. بنته دي يا ابني في ايه؟ ما تنرفزنيش عليه. انت تمام في دماغه ولا ايه؟ بقى هو انت اللي بتزقني وانا بكلم يا ابني؟ ما تنرفزناش. ما قلت ربنا. ايه بتقول ايه؟ انت عايز تضربني؟ انت كنت ببرتم بتقول حاجه؟ انت عايز تضربني؟ ما انت كنت هتكفيني على وشي وانا جاي. يرضيك كده؟ يرضيك كده؟ يرضيني. يرضيني. انت جاي عايز ايه؟ ما انت عشان زمايل. عشان زمايل. انت جاي عايز ايه؟ جايب لكم كباب. مش انتوا برضو طالبين 9 كيلو كباب؟ لا عم احنا مش بنحبه. ايه مش بنحبه؟ ايه مش بنحب حد يسمع كلمه كباب ويقول مش بحياه؟ ها ابو معروف جننت في دماغك ولا ايه؟ فعلا ناس ليها كباب وناس ليها الضرب بالشبشب والقباب. يا ابني ما تنرفزنيش عليه. ما ناس ليها الجزمه بس انا مش عايز اضربك بيها. تعال سيبه دلوقتي. ترن ترن، ده عدت التليفون الارضي في جيبه. ده عشان صحابه كده؟ ايه يا جدعان؟ ايه يا جدعان؟ ما تطلع على كده في ايه؟ عم يا عم. ساعه شوف معايا التليفون. رد. الو. الو. مين معايا؟ انا وزير الداخليه. ده انت بقيت صاحبي بقى. يبقى فاضي اكلم مين؟ اكلم ابو معروف بقى يرضي معايا. انت ايه؟ ما انش عندك شغل في الوزاره؟ روح يابا، روح يابا عشان هنيجي نفجركم بعد شويه. والله عايز ايه؟ اسمعني كويس يا ابو معروف. ما انا سامعك يا عم. عايز مني ايه؟ الكباب وصل اهو، والسلطات وصلت. ما اكيد جوه. ادفع بقى الحساب. قال لك ايه؟ قال لي ادفع انت بقى الحساب. ده مين؟ ده كمال الشناوي. خلاص ادفع انت بقى، ادفع انت. هو انت بتجيب لي ناس يا؟ ولا وتطلبني ناس عشان يضربوني؟ يا ابني هموتك يا ابني. معاك دقيقة 010؟ نعم. دقيقة 010؟ بص مالكش دعوه بيه ومالكش دعوه بيا، واتكل على الله يا ابني. اتكل على الله. اللي انا جبت الكباب في المكان الصح ولا في المكان الغلط؟ في المكان الصح. ليه بتسال؟ عشان انا نحس.
انت نحس؟ ده انا كنت مفكر نفسي نحس يا جدعان، بس الحمد لله جبت الكباب في المكان الصح الحمد لله. ايه ده ايه ده، اول مره اشوف صابع ديناميت ماشي بيتكلم عادي كده. سبحان الله شكرا. يعني انت على طول نحس كده، كل مكان بتروحه بيطلع غلط؟ يا استاذ. ليه، ايه اللي حصل؟ مره كنت رايح عشان اوصل اوردر، فبخبط على شقه لقيتها والعياذ بالله شقه مشبوهه. قلت الحمد لله ساعه الحظ ما بتتعوضش، لسه هخش طبت عليا مباحث الاداب. طبعا اتنكرت في شكل ملك سرير. ده انا لذيذ قوي. لا نزلت ملفوف في ملايه. ايه نزلت ملفوف في ملايه؟ نزلت ملفوف في نص ملايه بقى. شفت نحس اكتر من كده؟ لا في نحس اكتر من كده. ايه فين النحس اللي اكتر من كده؟ ايه تاني حصل لك؟ رحت في مره عشان اوصل اوردر، ببص لقيته راجل مخدرات. ببص راجل مخدرات. راجل اللي هو بيبيع الحاجات الوحشه دي. المخدرات. وهوب قام طبب علينا بوليس المخدرات. بوليس المخدرات. المهم ده كله غلط. ها انت دخلتك غلط اساسا. ها انت يا ابني بتبص لي كده ليه يالا؟ يا عم مالكش دعوه بيا. معلش معلش. هو ايه يا جدعان؟ هو ايه؟ مفيش احترام للاشقياء خالص ولا ايه؟ يا حول الله. حول يا جدعان في ايه بس؟ اعمل له ما إيه؟ تعملش انت عنا كده. انا عامل خاطر عشان حضرتك كويس. لا اعمل حاجه ورينا هتعمل ايه؟ يعني انت كده نحس؟ انا كده نحس. طيب انت عارف الناس اللي قاعدين دول قاعدين على ايه؟ قاعدين على ايه؟ تبقى عارف بس. لا مش اللي قاعدين عليه دي ماده متفجره. امال ايه؟ يعني ايه؟ يعني المكان ده بقى انحس حاجه انت رحتها في حياتك. اقعد والنبي خلاص انا اسف مش هخش تاني. اقعد حاسب انت قعدت على حزام الناسف. ايه؟ حزام ناسف. ناسف ولا طاري؟ طب تعالوا لي بقى. يلا يا جدعان في ايه؟ شنوا رابعه كده يا جدعان. شنوا رابعه شنوا رابعه ويقطع يا جدعان. انت فزتي بقى بس بقى وانت شبه التوفي بالليمون كده. ناسف ولا طاري؟ سمعت قالي ايه؟ ده اي جنان. وانت قلت بلادن فجر بس ما فجرش. لا ده انا بجد بتكلم. بس تلاقي واد عمره صغير معانا. ايوه مدام يعني كده. وديتوه فين؟ في البحيره اللي يمه الشلال. في بحيره عندنا يمه الشلال؟ ما تقلقش يا امير احنا تويناه. ماشي. طيب ثانيه واحده بس، ثانيه واحده عشان في حاجه معانا. احنا كنا بنتكلم في ايه؟ يا امير يا امير. ايه ده؟ مزه؟ احترم نفسك انت. هو مزه ايه؟ دي الجماعه. طب ما هي الجماعه اليومين دول بقت منحله. حتى الواد ده لذيذ. يا نهار اسود. احترم نفسك، الجماعه دي مراتي. وشك في الحيط انت وهو. اتفضلي يا حاجه. يا امير الحقني يا امير الحقني يا امير. وانا بستحمى دلوقتي طلعت لي حاجه كده من البانيو زي ما تقول راجل ولا ايه، لابس تيشيرت اصفر وعمال يقرب عليا قوي. اقول له لا مش عليا، ده انا واحده نيه. فقام بص لي كده قلت له لا مش هينفع بقى. رحت واخداه ورميته في عين الحلواء وشدت عليه السيفون. رميتيه فين؟ في عين الحمام. لا انت ما قلتيش كده. لا قلت الحمام. لا والله ما قلت كده. متوتره يا امير. عين الحلوان، عين الحلوان، رميته في عين الحلوان. عين الحلوان ما هي عين الحلوان دايما كده. ايه عين الكنيف يعني. وشديت السيفون. يلا خلصنا منه، بس كنا نحاسبه الاول برضو يا اخي. يلا يلا. ايه ده يا امير؟ رجاله؟ لا يعني فيهم حد شبه رجال. رجاله ماشي. اعرفكوا دي جهاد. ايه؟ جهاد جهاد. لا 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 انا جهاد. انتوا فاكرين جهاد ايه؟ لا مش دي، دي جهاد المدام. طب نبص عليها بصه بس. والله انتوا يعني بصوا انتوا تتحملوا نتيجه بصيتكم. انا هخليكم تتوبوا دلوقتي. بص لهم يا حاجه. ها دي مش جهاد، دي عايزه اجتهاد. دي ارفع حاجه فيها صوتها. جرايه دي انت وهو. والله انا شايفها حلوه وكيوت يا واد يا سمباتيك يا محشي بالفريك. وانا واقف وانا واقف قلبي. يا عم الارهابي انت عبيط ولا ايه؟ خلاص يا امير عرفنا بالرجاله. كل واحد عرف نفسه. يلا ابو سيمسيم. ابو زعبل. ابو فتله. ابو العربي. ام المصريين.
ها جاهزه انت دلوقتي يا حاجه؟ جبت كل حاجه. طب يلا بينا. يلا يلا والكاميرا موجوده. دلوقتي قبل ما تفجروا نفسكم لازم نوصل رساله للعالم كله من خلال صور فوتوغرافيه هتتصوروها دلوقتي من خلال خلفيه منظر بحيث الناس ما يعرفوش انتوا بتتصوروا فين. الصوره دي هترعب العالم كله، تخلي العالم كله يخافوا مننا، يخافوا ان احنا نفجر فيهم زي ما انتوا هتفجروا نفسكم. هات لي المنظر ابو معروف. حاضر. خد معاك حد. حد يجي والنبي. المنظر. تعال. طب بقول لك ايه يا امير لو سمحت. ايوه. والله كنا عايزين نفجر متحف الفن الحديث. متحف الفن الحديث؟ اه. ليه؟ رحت امبارح اتفرج على كام لوحه هناك، ببص على لوحه منهم اتسرعت، ايه المنظر القذر ده؟ فناديت على واد من الواقفين قلت له خد يا واد، هو ده الفن الحديث اللي بتقولوا عليه؟ قام بص لي كده قال لي يا حاجه دي مرايه. عشان تعرفي انا مستحمل ايه، عشان تعرفي. عشان تعرفي ليه شايل كل المرايات هنا من الوقت. ماشي يا ابني. ماشي. ماشي. ها فين يا ابن المنظر؟ اهو. مازنجر الارهاب. هو ده. هو ده. ارجع ورا خطوه. يلا يا جماعه كله قدام المنظر. يلا جهزوا الصوره يا حاجه. يا امير. يا امير. نعم. قبل الصوره ممكن يلبسوا الدقون عشان الصوره تطلع حلوه. يا سلام خبره خبره. هات الدقون. فعلا فعلا شكل. او انت صح انت صح. اتفضلوا البس الدقون. انا 43 البني دي. ايوه ده 43 بني. انت 43 بني. انت 43 بني. انت 43 بني. رد يا جزمه. اتفضل يا حاج. يلا يا شباب قولوا تشيز. يعني يعني تشيز. قولوا جبنه. 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 يا سلام. انتوا طالعين رحله ولا ايه يا حاجه؟ جبنه ايه؟ انا عايز صوره فيها رعب. عايزكم ترعبوا الناس. يا امير يا امير صوره فيها رعب نديهم المسدسات والبنادق. انت صح. ايه ده ارهابي ده ولا مساعد مخرج؟ انا مش عارف. يلا يا شباب. انا ال 45 السودا دي. ايوه 45 سودا. الله ما افتح بوقي تاني. يلا 45 سودا. والله بجتهد. يعني قول 45 سودا. ايوه ماشي يا بنص. يلا يا حاجه. عايزه شر يا امير. شر. صوره فيها شر. يلا يا شباب. ها تمثيل اسكندريه. تمثيل استوديو مصر. ثانية واحدة. ثانية واحدة يا حاج. تعال يا ابو معروف. خليك بس. اتفضل يا حاج قولي. يلا. تماثيل اسكندرية. تماثيل استوديو مصر. ايه اللي لافت نظرك ورا يعني؟ يعني انت شايف ايه احنا مش شايفينه يعني؟ ايه؟ قولي تاني. تماثيل اسكندرية. تماثيل منور. تاني؟ اه. طب ما خلاص بقى كده انا اصور بقى واظبط الحاجات دي فوتوشوب بقى. عايزين صوره كمان. صوره ثانيه؟ يلا حلو قوي كده كده حلو. والاستلام امتى بقى يا حاجه؟ بكره ومعاك صباطين موز. الاستلام امتى يا حاج؟ بكره ومعاك ثلاث صباطات موز. ايوه يعني الاستلام امتى؟ بكره وتعالى كل الموز. هي كان قصدها تقول انك قرد يعني بس هي مش عارفه تقول كويس. معلش شوف عشان امير متجوز واحده مفخخه. اه والله. ها خلاص خدنا الصور. شيل الدقون. شيل الدقون. يلا جهزوا عشان في دلوقتي قناه هتيجي تصور معاكم. القناه اللي هتيجي تصور دي عايز كل واحد يقول هدفه ايه من التصوير. كل واحد يقول ايه الرساله اللي هيوصلها للعالم كله من اللي بيصدره للناس. قناه ايه دي يا امير؟ يا رب تكون قناه التت. انا عارف انك نفسك ترقص. لا مش هي التت. قناة هتصدر الإرهابيين. يبقى قناة الجزيرة. افتح افتح. مين؟ هو أنا الباب؟ افتح. مين اللي بيرزع على الباب كده؟ أكيد قناة الجزيرة. افتح. اه طيب. مين؟ افتح احنا قناة الجزيرة. ايه ده؟ قناة الجزيرة. أنت متفاجئ على طول كده. ايوه ما احنا مستنيينهم. انتوا مستنيينهم؟ اه احنا كلنا وانت معانا.
والله العظيم. هو انت مش مستني؟ طيب ماشي. انت ايه؟ اعمل ايه؟ نفسي اعرف بتاخد ايه؟ نفسي اعرف بتاخد ايه؟ مش حاجه بتعمل كده ابدا. لا ايه، افتح. افتح الباب؟ امال تفتح ايه؟ دلوقتي يعني؟ اروح؟ لا استنى استنى استنى. افتح افتح. طيب ماشي. ايه خشوا. يلا يا مجدي، ما قدمناش اي وقت النهارده، يلا بسرعه. اهلا وسهلا حضرتك، انا الامير. لا هو مفيش انا ومفيش هم ومفيش احنا ومفيش وقت اي حاجه خالص. سيبه تعال 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 بس كده، تعال كده وصلي على النبي، بس كده. سيبه خالص. حضرتك انا الامير. لا هو انا الامير حضرتك اللي انت ايه؟ انت ايه؟ بص انا دلوقتي بتكلم اهو، فانت المفروض ترد عليا. انت ايه؟ انت ايه؟ انت بني ادم ولا انت ايه؟ قول لي. اذا في حاجه غريبه دخلت ركنت هنا قناه الجزيره، وده المصور اللي هيصورنا. اه سيبه يقع لوحده، سيبه يقع لوحده. يلا يا مجدي. يلا حضرتك انا اللي. لا خلاص، انا هبدا على طول. نحن الان سادتي تحت احد اهم كبار القاهره. انت ايه؟ انت ايه؟ انت ايه؟ انت حاجه معروفه؟ ادرو يعني؟ زي ده كنا هربان من محل لعب ولا ايه؟ قال لك ايه؟ ده مش عايز يرد عليا خالص. يمكن مش شايف. سيبه دلوقتي. يمكن. لف يا مجدي، لف يا بابا. انت يا ابن الصين، هي اللي بعتك؟ انت صيني؟ انت ولا سيبه نصور بقى وخلاص. ده معناه جدع. ايه الجمله؟ ماما انت وباني يا بالا، هو اللي صيني؟ انا شفت العجب الدنيا. معلش ماشي. يلا هيصورنا دلوقتي. مجدي لف الكاميرا لو سمحت. لف الكاميرا يا مجدي. يمكن ما اسموش مجدي؟ لو سمحت لف الكاميرا لو سمحت. ايوه الكاميرا مش وشك، لف الكاميرا. كاميرا لو سمحت. ايوه يلا اتفضل. انزل يا انزل. احنا كده بنصور سر الارض يا جدعان. النومة دي حلوة قوي. قوم يالا من هنا يالا. قوم يالا، هتشبه الإرهابيين كلهم يالا. يا ابني ينفع اللي أنت عامله في الرجالة ده؟ ثمان شباب ما قعدنا كده. ثمانية؟ أنت عديتنا غلط. تعالى. أنت مريض يا؟ بصي غصب عنه هنصور. يلا اتفضلي حضرتك، احنا فين؟ نحن الان سادتي تحت احد اهم كبار القاهره، حيث توجد مشكله كبيره، الا وهي اطفال الشوارع. كيف لدوله عظيمه مثل مصر ان تترك هؤلاء الاطفال وتهتم بالمتشردين في الشوارع؟ ونحاول الان ان نجري حوارا مع احدهم. اسمك ايه يا حبيبي؟ ابو زعبل. ده اسمك؟ زعبلة. اسمك ايه يا بابا؟ ابو سمسم. اسمك ايه يا امور؟ ابو فتلة. وده اسم عين؟ مش طفل. الواد ده بقى لذيذ والله. هو في حاجة غلط، اكيد في حاجة غلط. طبعا في حاجة غلط، يعني حضرتك اطفال شوارع ايه داخلة في وسط الوكر وتقولي اطفال؟ لا خلاص انا عرفت احنا فين. نحن الان سادتي في المسرحة.
الجثث قتلت. مشرحة فعلا. والنبي يا عم المشرحة مش ناقصة قتلة. قوم يا عم، قوم يا عم صور انت يا عم اللي هناك. انت ايه؟ يمكن يفهمك كده. هتودينا فين تاني؟ هننزل تحت الارض عشان نفهم انت ايه. تعال ابو معروف، تعال يا ابني، تعال مالكش دعوه بيهم، هم فاهمين شغلهم. تعال. ايوه يا صاحبي. معلش. ها اتفضلي. نحن الان ثلاثه في المشرحه، حيث توجد العديد من جثث القتلى التي قتلتها ايدي النظام البارد، ونحاول دلوقتي ان احنا نجري حوار مع احدهم. اسمك ايه لو سمحت؟ القتيل ابو سمسم. اسمك ايه لو سمحت؟ ايه ده؟ انت شايفاني؟ ني 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 ني. جرأة. الإحساس نعمة يا ابني. إحساس نعمة. الله. ما هو فعلا عمره قد في الفرقة هنا. والله انا قتيل بس مش راضي اقول. قول لي النظام قتلك ازاي؟ لا مش هقول لك، مش عارف ليه مش حبك. في حاجه غلط برضه. في حاجه غلط، حضرتك داخله وكر ارهابي، ارهابيين هيفجروا نفسهم. شويه تقولي اطفال شوارع، وشويه تقولي مقتولين في مشرحه. حضرتك كل ما بتختلق حواديت وحكايات الناس ما بتصدقكوش. احنا ارهابيين رايحين نفجر نفسنا في مصر كلها عشان الناس غصب عنهم يخافوا مننا فيحبونا. لو ما حبوناش هنقتلهم كلهم، نقتل 95 مليون عشان في النهايه نحكم نفسنا وبس. ودي كلها اهداف ساميه، وساميه عارفه وساكته، وانا عندي هدف نبيل، ونبيل اتقتل اول امبارح. عايز حاجه تاني؟ الحق يا امير. مجدي يبص لي في عيني. يا مجدي ما تبصليش في عيني، انا مش خايف منك. وانت انا عشان كده وانا كده هتت اهدى 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 وقلنا لا. اتفضل. هو انا ازاي ما سجلتش معاك؟ ما انا من الصبح عمال اقول لك، عمال اقول لك ان انا الوحيد المسؤول عن الوكر ده كله، انا الوحيد اللي بدرب كل الارهابيين اللي مش بس في مصر، في كل حته في العالم العربي لغايه ما انفتته كله. عظيم جدا، انا لازم اسجل معاك دلوقتي. يلا اتفضلي. مجدي لو سمحت ممكن بس تهزه شويه؟ عايز ايه يا حبيبي؟ اهزه شويه. اهزه؟ اه. ان شاء الله بكره بعد الصلاه باذن الله. قالت لك ايه؟ بتقول لي اهزه. اهزه. ده انا لو شلته هبته في السقف هيفضل عامل ايه؟ طب زق يا ابني. اصحى يا ابني المدرسة. اصحى عشان المدرسة. انت عندك امتحانات والله، ده اللي عامل فيك كل ده. انت عارف؟ ربنا هيكرمك والله. انت ايه؟ سيبه ابو معروف. طب انت بتسقي ولا انت جيب لك عسيك؟ يمكن تطرح حاجة غريبة. سيب؟ عجيب مية وسيب. سيبه في طينة. يلا.
نحن الآن سادتي مع أحد الاستشهاديين الذين يحاول تفجير نفسه في القاهرة. نحب نتعرف باسم حضرتك. أنا أكيد مش هتقدر تقول اسمك، أنت في منتهى الذكاء عشان ما حدش يعرفك. ممكن أعرف أنت ليه عايز تفجر نفسك؟ بالنسبة لي طبعاً مفيش أي كلام ممكن يتقال على اللي أنت عايز تعمله، بس أنت عايز توصل لهم فكرة صح؟ بالظبط. وأكيد الفكرة دي وصلت لكل الناس، بس أهم سؤال دلوقتي، أنتوا عددكم قد إيه؟ إحنا عددنا 95 مليون. 95 مليون واحد عايز يفجر نفسه، الشعب المصري كله عايز يفجر نفسه. كم انت عظيمه يا مصر، هو ده اللي مستنينه منكم يا مصريين. كانت معكم شهيره عمار. يلا يا مجدي. حد يقتلها الست دي. يلا يا مجدي. سيبلنا احنا مجدي بقى، سيبلنا احنا مجدي. تعالى شفت وديت الواد بتاع، تعالى هنا، تعالى الواد بتاع الدليفري وديتوه فين؟ معاه. استنى بس، استنى يا عم. بتعمل ايه؟ بشوش على الجزيره. يلا. ايه ده؟ بس انت ما تشغلش دماغك بالناس دي. ده انا ما اصل ما روحتش جنينه الحيوانات قبل كده، ما اعرفش. لا لا، انت ياما هتشوف، ياما هتشوف طول ما انت معاه هتشوف. طيب خلاص يا رجاله جاهزين؟ عايزين بقى ننجز يا عم الامير، واتكلمنا في الاجر بتاع ام العمليه دي. بصوا يا جماعه، الاجر والثواب عند الله. لا معلش بقى، بحبح ايدك معانا باي حاجه، مش هينفع. مش هينفع يعني ايه؟ يعني مش هينفع. ماشي يا جماعه، الفلوس موجوده والراجل جايب الفلوس والشنطه دي مليانه فلوس. انت معاك قد ايه؟ معايا 2 مليون بلبل. ايه؟ قال حاجه فيها طائر. ايوه ايوه مش فاكر. 2 مليون بلبل؟ ايوه. دي عمله قطر البلبل؟ ايوه. 2 مليون بلبل دي 2 مليون دولار. طيب بص، ابو معروف، ابو معروف احنا معانا مبلغ ضخم. ايوه تعالى، امال مين؟ روح قول لهم معانا مليون جنيه هتتوزع علينا كلنا. ها ماشي. يلا مليون جنيه، لان احنا اللي بنتعب واحنا اللي بنشقى واحنا اللي بنخطط واحنا اللي بنرسم الخرايط. هم بيعملوا ايه؟ كل واحد يعلق الحزام الناسف وبالكتير يدوس على الزرار ينفجر. قال يعني كده عمل حاجه يعني. عندك حق، عندك. يلا يا ماشي. يلا بصوا يا رجاله. ايه ابو معروف؟ ايه تعال. طب بعد اذنكم بس ثانيه. حاضر. انا متهيألي مليون كتير قوي عليهم، يعني هيعملوا ايه بالفلوس دي؟ صح. ها روح قول لهم نص مليون واحنا المليون ونص، مش كده؟ ماشي. نوزعها علينا احنا كل واحد 100,000 وانا الباقي يعني. يلا طيب اتكل على الله. بصوا يا رجاله، ايه احنا هنعمل دلوقتي؟ ابو معروف تعال 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 معلش. طب بعد اذنكم بس ثانيه. حاضر. قول لهم 100,000 جنيه بس. طب ما نقول لهم 50,000. ما انا مش عايز اضغط عليهم يعني، اصل انا قلبي حنين يعني. خلاص يا امير عشان خاطر. يلا قول لهم 10,000 جنيه. يلا طيب. بصوا يا رجاله، ايه حاضر. ومعروف لا، اما انا فهمت دماغك خلاص تمام. بصوا يا رجاله، على الطلاق ما باصص. بصوا انتوا، انا شعري قصف من كتر ما بقت لوح كده. بصوا يا رجاله، احنا هنعمل العمليه دي لوجه الله، واحتمال نلم من بعضينا كمان. لا يا حبوب، الكلام ده في برنامج صبايا الخير مش معانا. ايه ده ايه ده ايه ده، يقلبوا عليكم ليه يا امير؟ يا جماعه يعني ما تقدروش تشيلوني؟ ده اول تعاون بيننا وبين بعضينا يا جماعه. انتوا لو ربنا كرم وفجرتوا نفسكم وتفجيركم عجبني، هعوضها لكم العمليات الجايه ان شاء الله. نشيلك فوق كتافنا والله يا امير، بس ما فيش حد بيفجر نفسه بلوش. يعني يرضيكم ادفع من جيبي؟ معلش يا امير، بحبح ايدك باي قرشين للورثه، واحنا بعد كده من ايدك ليه ايدك دي. ماشي. عايزين كام؟ كرمش ايدك بس في 2000 جنيه كده لكل واحد، ومره جايب لينا كلام. تادي يا نايت تتكلم عن نفسك. 2000 جنيه على الطلاب الثلاثه، ما نفجر نفسنا اقل من 2500 جنيه. 2500 جنيه ماشي ماشي، هدفع من جيبي بقى غصب عني، هتنزل تحت على المخزن. ايوه 10,000 جنيه تطلعهم لي على هنا. ها ماشي. يلا اتكل على الله. يلا انت اللي هتروح مش انا. انا مش فاهم والله، انا بس كنت قلقان عليكم. يعني انتوا هتاخدوا الفلوس هتعملوا بيها ايه يا جماعه؟ ممكن تشربوا مخدرات ولا تشربوا سجاير، وده غلط عشان صحتكم قبل ما تموتوا يعني. انا بصراحه نفسي في شقه. انا نفسي في عربيه. وانا نفسي في فيلا. وانا نفسي غم عليا. الواد ده لسه لذيذ. دي جمله عاديه. انت جايب ايه يا عم؟ بقول لك 10,000 الباكو لوحده، 10,000 دول داريهم. ها طيب. ال 10,000 كل واحد 2500 يا رجاله، هتروحوا مع ابو معروف دلوقتي، هتنزلوا على المخزن، هيلبس كل واحد فيكم الحزام الناسف، وبعد ما تنسفوا نفسكم اديهم الفلوس. ها حاضر. يلا يلا يا اخوانا، ورانا كده عشان نروح للمخزن. يلا يلا بينا. يلا يا رجاله. سلام يا امير، حصل لنا التفجير. طابور كله في طابور. تعال 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 كده، ولا واحد فيهم هيطول مليم. وحتى ابو معروف ده لو جه مش هياخد. او جه ابو معروف طبعا، انا وانت وهو هنقسم الفلوس علينا. ها طبعا. الشنطه دي لو اتفتحت وانا مش هنا مش هعمل يعني هخرب الدنيا. انا فاهم انت هتعمل ايه. انت مش فاهم، انا فاهم انت هتعمل. بقول لكم ايه، الشنطه دي مش هتتفتح غير بكره الصبح.
خلاص بكره الصبح الشنطه معايا وروحوا انتوا بس اظهروا معاهم عشان ما يحسوش بحاجه. تمام يا امير. يلا اتكلوا على الله. يا 2 مليون دولار اخيرا، اكبر عمليه في حياتي 2 مليون دولار، بدل العمليات الصغيره عمليه واحده كبيره اقضي بيها بقيه حياتي. يا حاجه. ايه يا امير؟ تعالي يا حاجه تعالي تعالي، احنا بقينا مليونيرات. ايه بقينا مليونيرات؟ مليونيرات معانا فلوس كتير، معانا فلوس كتير. يا نهار اسود. انت مديت ايدك على الحرام. حرام مين؟ اقعد يا حاجه هعمل لك مفاجاه جامده. بصي الناحيه الثانيه اهو. بصي. ايه رايك في المفاجاه؟ مفاجاه ايه؟ ايه ده؟ حسيتي بحاجه؟ ما حسيتيش بحاجه. فلوس ايه دي؟ فلوس مين ولا فلوس؟ هم اساسا كانوا مستنيين نقسمها، احنا مش هنقسمها، هاخدها انا وانتي وناخد الفلوس ونهج يا حاجه من هنا. اه نروح اي حته تاني غير الشقه دي. ايوه بالظبط، نروح اي حته في العالم. المهم انا عايزك ايه؟ تتفاجئي بالفلوس. بص الناحيه الثانيه وهتيجي تبص تاني هفرجك على الفلوس. ماشي. بص الناحيه الثانيه. ها ها ها، ايه رايك؟ لا بص الناحيه الثانيه. ها ها ها، شفتي ايه؟ ما شفتش حاجه. طب بص الناحيه الثانيه. ها ها، ايه ده؟ يا نهار اسود. طب لا ده حجر، ده حجر هشمه من اللي هو بيبقى واجهات العمارات، ده المتر ب 200 جنيه اه بالتركيب والمونه، ده بيترش بالميه، ده بيبقى زي الفل. ايه ده؟ الورقه دي كمان؟ ده جواب من ابو عيشه للامير، شكرا لحسن تعاملكم معنا. يعني ايه؟ يعني انا اتنصب عليا؟ يعني شاع عمري راح؟ شاع عمري راح؟ وفي حد ياخد شنطه من غير ما يفتحها يا امير؟ ما فتح الشنط ده كان مسؤوليه التفاس وابو دهشوم. شاع عمري راح؟ لا يا امير ما تقتلش نفسك. انت مش خاسه المسدس يا وليا؟ شاع عمري. لا يا امير ما تقتلش نفسك يا امير. شاع عمري. ما تقتلش نفسك يا امير. الملاحه الملاحه وحبيبتي ملوك الراحه.